مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وذكريات. هيا ضفنا النهاردة فنان كبير وقدير، له مقام كده يعني وغلاوة في قلوبنا كلنا. لما بنشوفه على الشاشة بتحس دايما انه في كده رابط بينك وبينه، كأنه أبوك، كأنه أخوك، كأنه حد من أسرتك. حتى أنه آخر أعماله الدرامية يعني قدم شخصية الأب بشكل رائع، كل الناس تمنت أنه يكون أبوها. النهاردة بيشرفنا وينورنا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، برحب بيك يا فندم جدا. أهلا وسهلا. حبك للأعمال التاريخية لغاية فين؟ هو أنا عموما أعشق اللغة العربية. السلام عليكم لما قال لك اعربوا الموضوع كان صعب قوي. الموضوع كان صعب. ايوه كان سؤال في الإعراب. لو جالك عملين في نفس التوقيت، واحد تاريخي ويعني عمل درامي تاني، عادي هتختار انهي؟ ممكن تاريخي يكون مكتوب وحش. او ممكن اللي مش لغه عربيه يعني. لا انا اختار الموضوع فرسان الله من المسلسلات العظيمه التاريخيه اللي انا قدمتها، برضه كنت بلعب الشيطان وكان ألذ شيطان يتفرجوا عليه فعلا. وكان دمه خفيف، واخد بالك؟ احساسه بالجمله، احساسه بالموسيقى، احساسه بايقاع اللغه. مش عايزه افوت الفرصه الحقيقه غير واتكلم على التمثيليات اللي كانت بتتصور على الهواء مباشره. الابيض والاسود. الابيض والاسود. اخش في ديكور ومثل. خلصت المشهد، الكاميرا جرت على الديكور اللي ايه؟ التاني. التاني اللي فيها انا، وانا رايح بقلع الشكته ولا الشكته تانيه، واخد بالك؟ وقلع الجرافطه، وفي جرافطه تانيه معموله كده، واروح اعملها كده واروح داخل الديكور. انا اذكر ممثله يا عيني راح الجري برضه ودخلت، وبعدين عايزه تقول انا نسيت المنديل بتاعي في التاكسي. قالت يا سبتي انا نسيت التاكسي في المنديل. اذكر ان في ممثل اسمه زكريا سليمان الله يرحمه برضه كان بيشغل عامل ظابط مسدس صوت، فهو ده كان تسجيل مش على الهوا، فهو يعمل كده مش عارف فرحا الله يرحمه نور الدمرداش، قال له ايه يا اخويا؟ كخ كخ ايه؟ هنعيد. حصل برضو موقف غالبا كان موقف كوميدي مع الفنانة خيرية احمد برضو في احدى السهرات. هو انا انسى لما رحت لامك من 7 اشهر وعملنا كذا وكذا وكذا. طب يا وقت وانت ولما غضبت ورحت هناك وسبتيني قاعد هنا مش لا اكل ولا اتنيل وما كنتش طبخه ومش عارف ايه. يعني حضرتك عملت مونولوج لوحدك لمده اكتر من 10 دقائق. بالظبط. بالظبط. انا عايز اخد الحياه من كلام حضرتك وانت بتتكلم على اهميه الفن وقد ايه فقدنا حاجات خلال السنين اللي فاتت، ودور الثقافه ودور الفن في الوقت اللي جاي، وازاي نعيد ثقافه مجتمعنا ونعيد بناء مجتمعنا من خلال الثقافه والفن. ويمكن واحنا بنحضر للحلقه وانا بتكلم مع حضرتك كنت بتقول لي عن مشروع التعلم من خلال الموسيقى، وانا عايز اتوقف شويه عند الفكره العبقريه دي. والله هي فكرة ابني، يعني أنا ربيت ابني تربية موسيقية عالية جدا، وتخرج من مدرسة فرايبورغ في ألمانيا الموسيقية، وكان موهوب قوي في العزف لدرجة أنه خد الجنسية نتيجة أن وزير الثقافة الألماني شافه بيعزف. والجنسية الألمانية صعبة حصول عليها في الفترة ديت،
وتطور وبدأ يعزف ويتعرف في العالم في الأوركسترات الدولية كلها وبتاع، وهو ما يعرفش يقعد ساكت، ضروري مخه يعني يفكر، وبيحب بلده، بيحب مصر، ففكر في مشروع قومي رائع. قال لي التعليم عن طريق الموسيقى. قلت له يعني ايه بقى يا اسفندي؟ قال لي يعني نجيب عمل أدبي اتكتب للأطفال عالمي، وتعمل له موسيقى لمشاهير الموسيقيين، وتعمل باليه او تعمل اوبرا، احنا بقى هنعمله حكو. حضرتك هتبقى الحائل اللي بيحكي الحدوتة، والاوركسترا يعزف. ايوه. فمثلا احنا قدمنا في سلطنة عمان، احنا جبنا هنا كرنفال الحيوانات، وعملنا حاجة اسمها الساحر الصغير، ده برضو كان عمل موسيقي، وجبنا اوركسترا من فرنسا. اشرح الحدوتة للمتلقي، للاطفال او للطلبة، اشرح مساحة، يقوم المزيكا تخش تعبر عن المساحة اللي انا قلتها، تحكيها بالموسيقى موسيقيا، وبعدين اقوم احكي المساحة اللي بعدها. انا ما منساش بنتي لما كانت بتتفرج، قالت لو المزيكا شغالة انا شفت الحدوتة بعد ما انا حكيت وسمعت المزيكا اللي بتعبر عنها بالشكل ده. بس للأسف ما كملش المشروع، كان ممكن بقى يتطور ويصبح مشروع قومي في المدارس كلها. وفي كان ده كان ليلة 25 يناير يمكن عشان كده، وحصلت بقى ثورة يناير اللي احنا نشكرها طبعا، بس في نفس الوقت دمرت لنا المشروع. لا بس اكيد في فرصه انه يعيد احياء المشروع ده، لانه قد ايه مشروع مهم، خاصه يمكن في الفتره اللي جايه. المهم هو احمد ما يقاسش، راح سلطنه عمان واقنعهم بالمشروع، فعملنا حاجه اسمها السلطان او السلطان القيصر سلطان. دي فعلا قصه كتبها انطون تشيكوف، وحط لها المزيكا ريمسكي كورساكوف. فعمل ضخم لدرجه ان انا رحت روسيا وعملت بروفات مع الاوركسترا عشان نقدمها في سلطنه عمان. واو، نجحت نجاح مش طبيعي. بحكي بقى لان هي دي بقى كانت فيها متعه، انها اسطوره زي الف ليله وليله، وفيها بقى الطائر اللي عليه اللعنة الشرير فتحكم عليه انه يبقى طائر، والامواج اللي في البحر، والامير اللي جوه المشاعر. واضح انه يعني احمد عبد الرحمن ابو زهرة شخصية عبقرية وعنده افكار جميلة، لان هو كمان كان صاحب فكرة اوبيرات ابن بطوطة. بالظبط، اللي اتعمل فكرة بقى اللي اتعمل في البحرين. لما كلموه في البحرين وقالوا له ان البحرين عاصمة السياحة في سنة 2012 على ما اذكر، وان احنا عايزين نقدم عرض يليق بالدولة بقى اللي هيبقى عندها ضيوف في السياحة من كل انحاء العالم. فهو قال لي ايه رأيك يا بابا لو نعمل ابن بطوطة؟ اهو ابن بطوطة ده خرج من المغرب ومر بالدول العربية كلها لغاية ما بقى ايه، وراح زار البحرين فعلا، وكل بلد ينزلها نقدم رقصاتها الشعبية وأغانيها، فهيبقى مهرجان، وانت بقى ابن بطوطة تحكي رحلتك. أيوة. عبر البلدان المختلفة والعصر اللي انت عايش فيه. وانا ألفت جملة كده في الافتتاحية، خالد سكسي ظريف قوي، وهو اتفاجئ بيها على المسرح على فكرة. اول ستارة ما اتفتحت رحت جاي جري جري وانا من عمق المسرح، وقلت لقد استدعيت من القرن الخامس الهجري لكي احضر على عجل لكي احتفل بالعاصمة السياحية للبحرين. تسقيف بقى البحرين طبعا بقت سعيدة جدا، ورحنا داخلين بالعرض. انا لي كلمة واحدة هون، قال تعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. فاسق فاسق يا ايه اللي حصل يا مأمون؟ ايه خطب الجمعه يا فندم واثناء الخطبه شتم؟ لم يحدث قط، فانا اعلم ان بيت الله ليس مكانا للقذف او للسب. امال قلت ايه؟ قلت ايه؟ كنت افسر للمصلين ايه من ايات الله البينات. قول لي ساعات البيت ايه هي الايه اللي فسرتها؟ فسرت ايه؟ قلت ايه؟ فسرت قوله تعالى ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوه.
وجعلوا أعزة أهلها أذلة. مفيش وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما فسرتش دي ليه؟ ما قلتش دي ليه؟ القنبلة دي جت منين؟ لا أدري عنها شيء. واضح إنه أحمد ابن حضرتك لا ييأس ودايما عنده أفكار مختلفة بالزبط. لكن جميلة قوي بالزبط. وكانت آخر الأفكار دي الحقيقة إنه حجز الصالة المكشوفة في دار الأوبرا المصرية وعزم كل الفنانين والإعلاميين للاحتفال بعيد ميلاد حضرتك 80. الحقيقة دي كانت مفاجأة ولها حدوتة برضه. أرجوك احكيها لنا لو سمحت. لأن أنا عيد ميلادي 3/3 34 يعني عشان ربنا يدي لك الصحة. أصل حسن يوسف وعزت وبتعلوا لي فضحتنا فضح. كان لازم تقول عندك 80 سنة. طب وفيها إيه؟ بدل ربنا يدي لك الصحة والعافية. صحيح. وقادر يقادر على العطاء لغاية صحيح. دلوقتي صحيح. ما فيهاش حاجة. لا طبعا. فأنا تعاقدت مع مسلسل لبناني وحسافر 3/3. أوه. أنا ما عنديش فكرة بقى عن حاجة. صحيح. فبصيت لقيت أحمد بيكلمني بالتليفون، كان هو في سلطنة عمان. بابا أنت قاعد في مصر أنت؟ قلت له لا، ده أنا عندي عمل مسلسل ومسافر 3. قال لي لا يمكن. مش فاهم. انهار. مو علي يا ابني، انا عندي شغل وانت هتيجي هتجيبه لي بتاع ده تورتايه وهابي بيرثدي واطفي الشمس. مش خلاص مش من المره دي ما تعملوش حاجه. اصر. قال لي معلش علشان خاطري حضرتك، انت عايزين نحتفل بيك بسن 80. ده العالم كله بيكرم فنانينه لما بيكون عندهم 80 سنة او اكتر. فاحنا عايزين نحتفل بيك. معلش يا ابني ما بقى ارجع بقى من التصوير في هنا هنا هنا. قال لي شوف مش هتسافر يعني مش هتسافر. انا اندهشت. قلت له خلاص. اصرار عجيب. اكلم الانتاج وقلت لهم حاجه لكم 4/3 بلاش 3/3 دي. واذا بي انا ما عنديش فكرة ايه اللي بيحصل. قالوا لي اتفضل. بعت له العربية خدتني. لقيت نفسي داخل مسرح الأوبرا. أنا مش فاهم إيه ده. نزلت دخلوني على المسرح المكشوف. ولقيت أصدقائي وإخواني ومكتاب وصحفيين. أنا عيطت. من الانفعال يعني. طبعا. وكانت ليلة رائعة. وهو بقى عزف هابي بيرثدي على طريقة الطريقة الأسباني، الطريقة الفرنسي، الله، الطريقة مثلا لف العالم كله بيها بموسيقى باللحن الرئيسي يعني لها. وكانت ليلة رائعة وسمها حفل التقدير. لا تقدير. عيد ميلاد ايه؟ انت راجل عندك 80 سنة في العطاء لازم نقدرك مدام الدولة ما بتخدرعش. لا احنا بنقدر حضرتك كلنا الحقيقة. وحفيدة حضرتك مريم عزفت في الليلة دي. دي أسطورة رخرة. هي احنا مش عايزين الحقيقة نظلم حد. هي وأميرة. احنا عايزين نتكلم عن العيلة الجميلة دي. وعايزين نعرف. واضح انه الطابع الفني موجود في كل أركان العيلة يعني. فمش عايزين نتكلم على مريم عمرو يزعل عمرو سحر. فحضرتك قول لنا احنا نمسك كده سحر. بنتي الكبيرة وعندها 4 أبناء منهم توأم. الحقيقة فيهم مظاهر جميلة يعني. مثلا عمرو ده عنده حوالي 10 سنين. ده هوايته يقعد يحفظني. يحفظني الأدوار. ما أنا بقى فيها طريقة جميلة أو عايز أشركهم وأشغل بالهم يعني وألعب معاهم وحاجة. صحيح. فلما يبقى عندي مشاهد وهما بيعرفوا يقروا أديله المشهد ويقعد إذا كانت ست يعمل ست ويحاول يمثل ويساعدني. وعمر يمسك المزيكا في السي دي ويخش بالمزيكا لغايه ما يحفظوني. يعني ابن بطوطه دي هم لهم الفضل الاكبر في ان انا حفظتها وبدخلات الاوركسترا. لان السي دي معايا. فيعني انا اعترف بفضلهم الكبير قوي على جهد الفن اللي انا بقدمه. ده عمرو وعمر. في بقى الاخين الكبار عبد الله ده في وعبد الرحمن في الجامعة الأمريكية. بس عبد الله موهوب فنان تشكيلي من الدرجة الأولى وإيده بسم الله ما شاء الله. لما دخلت الأوبرا لقيته عامل لي بورتري بالقلم بالفحم. الله. صورتي تبقى الأصل واخدها من صورة وأبهر حتى الزوار
عندك بقى الدكتورة مي. مي. تاني ابنة. دي كانت طول عمرها على فكرة وهي صغيرة تقعد العيال وتقول لهم ها عايز تبقى مدرسة. وتمسك العصاية وتعلمهم وتقول لهم يشاء القدر انها تتقدم جدا وتخرج من السكر كير وتاخد اداب فرنساوي وتاخد منحة في كندا وخدت الماجستير والدكتوراه وبتدرس في جامعات كندا دلوقتي ومتقدمة جدا. وطبعا الاحفاد عشان ما يزعلوش أيوة. في سلمة اتخرجت وبقت في اكبر بنك ويوسف اتخرج من الجامعة هناك في دراما وهيبتدي حياته الفنية وسارة لسه في أول الجامعة. يعني واضح يعني أن الأسرة كده يعني كلها أولا طبعا هما ليهم واضح غلاوة خاصة الأحفاد خصوصا عند حضرتك. لا طبعا. لكن كمان أنا حاسة أن في طابع فني. موهوبين. موهوبين كلهم. رغم أنه واضح أنه عائلة حضرتك يعني حضرتك من العيلة الأصلية الكبيرة ما كانش فيها الطابع الفني أو غير الأخ يمكن. لا ما تنسيش بقى كمان غير الأخ. الجينات لعبت. انا متجوز عسل والرفعي حفيده عبد الرحمن صحيح. الرفعي صحيح. كانت عملت مسلسلات وعملت سهرات وعمل يعني ما احناش التمثيل والكتابه اجتمعوا والحقيقه عملوا اسره بالظبط فنيه بالزبط. جميله جدا. وبعدين انا وهبت حياتي لاسرتي الحقيقه وانا بعتبر انك انت بتعملي تخرجي مواطن صالح مثقف متعلم تقدميه لبلدك خير من اموال الدنيا جميعا. طول عمرك تعرف الأصول ربنا دي المعروفة حاج وزيه دلوقتي مش اطمنت عليه حالته تبكي يا حاج الله يجازي اللي كان السبب أمر الله يا حاج هنعمل إيه ما حدش نوف اللي حصل ده أبدا لا يا مرسي وانت شرفك انت مش جايز حد مؤذي هو اللي وضب له العامله دي يا حاج هو انت بتشك في حد ولا ايه انت ايه رايك يا مرسي لا انا قلت رايي يا حاج المساله مساله قضاء وقدر لكنني بقى اتاكدت انها فعل فاعل وفاعل خسيس يا ما صبرنا عليه كتير لكن ما فيش فايدة وعلى رأي المثل عمر ديل الكلب ما يتعدل مش عايزة أنسى أعمالك للأطفال واللي هي امتدت من سنين يعني أنا أفكرة وأنا صغيرة الحقيقة قطعا يعني تركسي فيش كنت طفلة صغيرة أنا عارف وقطعا يعني ظهور من نور دي كانت جزء من حياتي الحقيقة يعني. لا أنا كان تصوري أنا لما اتخرجت في المعهد كان حلمي لما اتعمل التلفزيون إن أنا أبقى ممثل للأطفال فقط بس طبعا ما قدرتش أحقق ده بس عملت برامج كتيرة جدا صحيح يعني عملت العرب الصغير عملت صندوق الدنيا عاد فيه 25 سنة سهير شعراوي طبعا المخرجة صحيح. بتاعته بعمل دلوقتي كابتن مارس بتخرجه نسرين لطفي برضو للأطفال وبعدين إيه برامج أطفال لو تلاحظي عبر السنوات دي عمالة تتطور والفكرة بقى كان زمان تشرب اللبن وتسمع كلام ماما وبابا الوقت بقى الدخلة التكنولوجيا والحاسب الآلي والفيسبوك والتويتر صحيح. يعني بقت العصر بتاع أنا out of time دايما أقول بالنسبة للعصر ده لأن ما بعرفش أتعامل مع التكنولوجيا يعني أنا أعترف ولو إن أحفادي أساتذة في الاستخدام ده هم أكثر حظا مننا ونحن أكثر حظا منهم في الثقافة بس هل حضرتك شايف أن الوصول للطفل زمان كان أسهل عن طريق الإعلام يعني أو عن طريق البرامج من دلوقتي ولا دلوقتي الموضوع بقى أسهل أكتر ده الموضوع دلوقتي بقى أفضل بكتير والمساحات قدامهم واسعة جدا وبعدين التلفزيون وزي ما قلت لحضرتك والنت واللي مش عارف تويتر والفيسبوك ما هو سلاح ذو حدين النت والتلفزيون وكده احنا كان عندنا مجلة اسمها بابا صادق وحيدة هي الوحيدة اللي بنقراها وانا ما كنتش بقراها زي ما قلت لك لا كان ليه علاقة بالراديو ولا بالمجلات ولا بالثقافة لكن انا حياتي اتغيرت تماما بعد ما اتخرجت من المعهد العالي في المسرحية لما اقبلت انا عندي مكتبة بتاعت 2500 كتاب في كل شؤون الحياة يعني دراما أدب شعر فنون تشكيلية فلسفة علم نفس علم اجتماع
وده طبعا اللي خدمني جدا في الادوار اللي انا لعبتها. عايز توقف عند تجربه حضرتك مع ديزني وفيلم لاين كينج او الملك الاسد، وقول لنا على الخبره دي كانت شكلها عامل ازاي، والاداء الصوتي عامه لمسلسلات وافلام الاطفال. ده بالمناسبه في حته كده الملك لما هو بيقول له انقذني لاخوه سكار، انقذني، فانا بقول لهم اقتلوا انا عملتها 19 مره عشان نطلع التون اللي احنا عايزينه. مامتك هتقول عليك ايه؟ اعمل ايه؟ اهرب يا سيمبا، اهرب 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 بعيد واوعى ترجع. دي كانت حدوتة. اولا هم استدعونا وقالوا لنا سمير حبيب ان هو اللي كان هينتجها، وقال انه كان متفق مع ديزني لاند، فكان من شروط ديزني لاند انه يبعت لهم الاصوات اللي هتلعب الحيوانات. اول صوت وافقوا عليه انا في سكار حقيقه. وكان في كمان الهنيدي محمد هنيدي كان بيلعب دور و وقعدت سجلت. بس اذكر بقى الاغنيه كانت صعبه عليا قوي، والاغنيه كمان فيها كصوت كريشندو بيتصاعد بيتصاعد لما بيطلع هو فوق الصخره والتعالب والبتاع تحت بيعملوا النشيد بتاعهم اللي مش عارف هيعملوا ايه. انا سجلت وكان عندي مسرح في بلطيم وسافرت ورحت هناك مش مستريح، فضربت تليفون لسمير حبيب قلت له انا لازم اعيد الاغنيه. التمثيل ده بتاعي سهل قوي، التونات والبتاع مش عارف ايه جبتها. فنزلت تاني وعدتها وعملتها حوالي 5-7 مرات لغايه ما استريحت. اعتقد النتيجه الحاليه رائعة. مرضية جدا. لا الحقيقة كل أعمال حضرتك الفنية بجد جميلة، وإحنا محتاجين الحقيقة برنامج يمتد لمدة سنين طويلة عشان نعرف نتكلم في كل البرامج. أنا عملت على فكرة كرتون كتير بس يمكن مش مشهور أو حاجة. يعني عملت مسلسل ياباني اسمه هات هات هاتسو، كان هو يعطس دايما ويروح قايل إيه هاتسو، دي كانت ظريفة جدا. وعملت جعفر صحيح في ألف ليلة وليلة صحيح. يعني عملت شخصيات كتيرة قوي وأنا معجب قوي بلعبة الكرتون، بس خلاص بقى كفاية. ربنا يدي لك الصحة. توجت حياتي بلاين كينج. طبعا أنا واثق جدا إن جشعكم ده شيء زايد، والجبن ملاكم حقتك بتلموا فتات الموايد، لأن عمركم أبدا معرفتوا نظام ولا قائد، لهذا قررت أن أقودكم وعلى الأرض أبسط نفوسكم. فاستعدوا لمعركة الحياة، استعدوا لوفبة الطعام، معارك خطيرة مقالب حقيرة. ونصيبنا هيكون ايه؟ السلطة والجاه، وعشان تاخدوا المكافأة مش عاوز اي شفا، وقد ما تدوني تاخدوا عدل السلطة وجاه. استعدوا. حيوة نستعد المعارك، لازم نستعد. بس ليه؟ لموت مفاسع. لا يا غبي حنقتله هو وسيمبا. احسن مش عايزين مفاسة. مفيش مفاسة. لا 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 اخبيه، هيكون الغابة ملك. بس انت انا حبا ملك الغابة، امشوا ورايا واوعدكم تخلصوا من البوء. يعيش الصار يعيش يعيش عاش الصار عاش الصار. شيء عظيم ان حفرش لكل وسام اللحمة أول ما تلاقي مع الهمة، بس خدوا لكم الحاجة مهمة. أنتم من غيري ما تكونش لحمة.
حضرتك نورتنا النهارده بجد، لقاء انا شخصيا استمتعت بيه، واتمنى كل مشاهدينا يكونوا استمتعوا بيه. يعني بجد حضرتك فنان قدير، واشكرك على وجودك معانا. انا بقى اللي اشكرك، لان انا كنت ممتنع عن اي لقاءات تلفزيونيه او عن طريق الجرايد او الاذاعه، انما انت خرجتيني من الامم اللي انا كنت قاعد فيه عشان افتح قلبي وصدري وعقلي للمشاهدين. احنا الحقيقه نلنا هذا الشرف. فنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره، بشكر حضرتك جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، ونشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده وذكرياتي.